صباح الخير، حضرتك عايز تكتب سي في، عايز تكتب سيرة ذاتية ناجحة ومطلوبة منك في الشركة ومطلوب لوظيفة، ولازم تبعت سي في كويس قبل الانترفيو. مهم جدا ان السي في يكون واضح ويكون منظم ويكون حاجات كتيرة جدا. في الفيديو ده هنشرح لكم افكار من ألمانيا جديدة على المجتمع العربي، ليه احنا كقناة طب وتنمية بشرية مهتمين بموضوع السي في، اسرار الحكاية دي، الكلام ده مهم جدا. تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني ومعاكم دكتور ماجد المقبادي، قناة طب وتنمية بشرية. نواصل الكلام بديناه في المقدمة عن موضوع السي في. الحقيقة يا جماعة ان موضوع السي في مهم جدا جدا في حياة كل انسان بيبتدي وظيفة او بيغير وظيفة من مكان لمكان. وانا شخصيا هحكي لكم مع تجربتي الشخصية، انا شخصيا فوجئت في التسعينات ان انا لما سافرت المانيا بحاجة اسمها السيرة الذاتية او السي في، ما كنتش اعرفها خالص. احنا في مصر الواحد بيخلص بكالوريوس طب في الثمانينات وفي التسعينات، بتتعين على طول في مستشفى طبقا لمجموعك، بتختار التخصص بتاعك، بتقدم على التقدير حسب التقدير بتاعك، بتاخد تخصص ان كان عظام ان كان رمد ان كان نفسية ان كان جراحة وهكذا. كلها مستشفيات كانت حكومة، ما كانش في موضوع السي في ده خالص. لما رحت ألمانيا فاكر الموضوع كده، رحت عشان اقدم في مستشفى يقول لي ابعت لي السيرة الذاتية، اقول له يا عم طب ما اجي قبلك، يقول لي لا ابعت لي السيرة الذاتية ولو عجبتني هخليك تيجي تقابلني وتعمل انترفيو. لدرجة انه ودوني مكان تبع نقابة الاطباء ان احنا نتعلم وناخد كورس وناخد دورة لمدة شهرين عشان الواحد يتعلم يعمل سي في ازاي، يتكلم في التليفون مع صاحب العمل اللي عايز له الوظيفة ازاي، يعمل الانترفيو ازاي، يشتغل كطبيب ازاي في التخصص اللي هو اصلا كويس فيه. يعني العملية ما كانتش جودة وكفاءة على قد ما هي فيها ديتيلز كانت جديدة عليا. عشان كده احنا كقناة طب وتنمية بشرية عايزين نديكم من خبرتنا البسيطة في هذا الموضوع. نمرة اتنين، ان احنا القناة بتاعتنا اسمها طب وتنمية بشرية، هي اصلها طب وتنمية موارد بشرية. مين اللي هيقابل حضرتك ويعمل معاك انترفيو؟ غالبا يا اما المدير او المدير المباشر او موظف الـ HR او تنمية الموارد البشرية. عشان كده تنمية مواردك البشرية مهم جدا، زي ما قلنا في نجاحك في حلقات كتير قبل كده، مهم ايضا في نجاحك في الانترفيو، وده هيبتدي بالسي في. الحقيقة ان السي في هو البوابة اللي هتوصلك للانترفيو. فلو السي في مكتوب صح وكويس غالبا صاحب العمل هيشتاق انه يقابل حضرتك ويتكلم معاك، حتى لو هو عنده ناس كتير مقدمة على الوظيفة دي. والهدف من السي في ان انت توصل لقلب صاحب العمل، او ان انت تدي الانطباع الاول او الفيرست امبريشن كويس لما يبص على سيرتك الذاتية. طبعا في برامج كتير جدا فورمات انك انت تعمل السيرة الذاتية، وده غالبا اللي انتوا بتعملوه. كل واحد بياخد فورمة من على الكمبيوتر او برنامج هو اللي بيكتب له السي في، او ياخد سي في من واحد صاحبه ويعمل له نسخ ويشيل معلومات صاحبه ويحط معلوماته هو. دي فكرة مش بطالة، لكن مش هو ده الاساس. الاساس انت عايز توصل ايه لصاحب العمل ده؟ انت عايز توصل له حاجة واحدة، انه هو انت مناسب لهذه الوظيفة. فاذا المفروض، وانا مش هتكلم في الفيديو ده ايه ازاي تكتب السي في وترتبه وتنسقه ازاي، طبعا لازم يكون منسق ومرتب، ولكن الجوهر بتاع الموضوع هو ده هدف الفيديو. السيرة الذاتية دي يا جماعة هي ملخص لخبرتك المهنية والشخصية ومهاراتك، ودايما بتكون السيرة الذاتية دي الخطوة الاولى انك انت توصل للوظيفة. وده لازم تظهر السكيلز بتاعتك، مميزاتك، الادفانتجز بتاعتك اللي تخلي صاحب العمل يقول هو الراجل ده اللي ينفع للوظيفة دي. وزي ما قلت في الاول واحب اطمنك ان انا زمان ما كنتش اعرف اعمل سي في، الموضوع سهل وبسيط، ومع الايام اتعلمت وبقيت اعرف اعمله، مش ليها بس، لناس تانية كمان. وما تنسوش ان السي في دايما بالانجلش، غالبا في مصر وفي الوطن العربي بالانجلش، لان معظم الشركات عندها اجانب، وده بقى زي عرف دلوقتي.
اول حاجه حضرتك بتكتب السي في من كده من فوق، ومعظم الناس اللي تواصلت معاهم سواء اتش ار او مديرين فنادق او مديرين مصانع بيقولوا حطوا صورتك الشخصيه. في بعض الناس بيقولوا ما تحطش الصوره الشخصيه، ده ما ينفعش في وطننا العربي، بس الصوره ما يكونش مبالغ فيها، يعني ما تحطش صورتك مع اصحابك، ما تحطيش صورتك وهي مليانه مكياج او كده، نحط صوره الباسبور، صوره عاديه، صوره الباسبور صوره ظريفه وشيك وجميله، بتدي الانطباع الاول البسيط لينا. نمره 2، بتحط بقى عنوانك الالكتروني ورقم التليفون اللي بيرد لو سمحتوا، مش تديك كده اكتب اي رقم تليفون، رقم تليفون البيت محدش هيرد، اكتب رقم موبايلك. اكتب كمان عنوان المكان اللي انت ساكن فيه والشارع والمنطقه لو امكن، عشان لو صاحب العمل بتدي له انطباع انت قريب او مش قريب، ده بيدي انطباع لصاحب العمل ان انت كمان دقيق في كتابتك. نمره 2، انك انت يعني مش بعيد عن المكان بتاع الشغل لو المكان قريب. بعد كده بقى بنبتدي نكتب الاديوكيشن. الاديوكيشن ونصيحه ان احنا ما بنكتبش كل حاجه، مش واحد يكتب دراسه الابتدائي والثانوي ومش عارف ايه، بنكتب اخر حاجه حصلت عليها، يعني مثلا حاصل على بكالوريوس طب عين شمس سنه كذا، حاصل على ماجستير من المانيا سنه كذا، اخر حاجه اكاديميا انت حصلت عليها، يعني انت مثلا بكالوريوس تجاره سنه 2003، تكتب بكالوريوس تجاره واداره اعمال قسم كذا سنه 2003، بلاش تكتب قصه حياتك، الكلام ده كان في السيفيهات بتاعت زمان. نمره 4، الكورسات والحاجات اللي انت اونلاين او اوفلاين زرتها يا حبذا لو معاك شهادات منها انك انت اجدتها. خلي بالكم، هي الفكره في السي في انت بتقول لصاحب العمل انا عندي امكانيات ايه، لما تقول له انا زرت كورس كذا وعملت كورس كذا وعندي خدت فاسيلتيز في حاجه معينه، ده بيدي له انطباع كويس جدا انك انت قابل للتعلم. نمره 5، والسيلف ليرنينج، مهم جدا انك انت توري صاحب العمل ده انك انت بتتعلم بنفسك، بتحب تعلم نفسك بنفسك. لو انت متعلم حاجه كويسه قوي على الكمبيوتر في مجال معين في مهنه معينه في تسويق معين، اكتب السكيلز والخبرات اللي عندك، ولو في المكان بتاع العمل اللي قبل كده انك انت خدت خبره من حاجه معينه اذكرها برضو. نمره 6، ركزوا برضو على الانشطه التطوعيه اللي انت عملتها في حياتك، يعني مثلا في الجامعه او في شركه عملت نشاط معين او حفلات معينه او كشافه كنت فيها وانت صغير او جمعيه انت مشترك فيها، كل الحاجات دي التطوع ده بيديك خبره كويسه ومهارات كويسه. ولو كنت لسه ما تطوعتش في حاجه وخالي شغلك زي ما بيقولوا، اتطوع في اي حاجه واكتبها في السي في، ده هيديك خبره وهيديك انطباع كويس في هذا المجال. نمره 7، الهوايه والانجاز. وانت في الجامعه كنت بتلعب تنس طاوله، سباحه، رياضه انت شاطر فيها، شطرنج، حاجات معينه مفيده انت بتكتبها، بلاش تكتب بقى فيديو جيمز ومش عارف ايه، الكلام ده بيدي على طول انطباع سيء انك انت هتقعد في الشركه تلعب على الكمبيوتر. فدي برضو من الحاجات المهمه. الجنرال سكيلز دي بتساعد صاحب العمل انه يشوف انت تنفع للوظيفه ولا لا. ومش مهم يكون كلام كتير او قليل، على قد ما يكون كلام مفيد. يعني انت بتقول له انت تعرف تعمل ايه، شاطر في ايه في مجالات معينه في الكمبيوتر، لو هم مثلا مقدمين على وظيفه ريسبشن وفي برنامج شغالين بيه وانت تعرف فيه اكتبه، ولو انت ما تعرفوش ما تكتبش، اكتب مثلا الحاجات اللي تعرفها كويس، الوورد، الاكسل، الباوربوينت، البرامج الخاصه والعامه بتاعه الكمبيوتر، لو عندك مثلا خبره ببرامج الكاميرات في التصوير، اكتب الحاجات اللي هي تبقى مفيدة لصاحب العمل وان انت فعلا هتنفعه فيها، لو انت مثلا شاطر في الترجمة حاجات زي كده، كل الحاجات دي هتفيد جدا صاحب العمل. ما بتتكلم على خبراتك اللي قبل كده، ابتدي باهم مكان اشتغلت فيه، يعني انت مثلا لو استاذ جامعة طالب وظيفة مساعد ليه، اكتب انك اشتغلت في جامعة فلانية لمدة فلانية وخدت خبرات كذا، يبقى انت كده بتبين خبراتك اللي هو محتاجها. نكون صراحة مع نفسنا، اتعلمت من الالمان يقول لك ما تقدمش في وظيفه انت حاسس ان هم انت ما تنفعش فيها، زي ما قلنا قبل كده في حلقات قبل كده، love it or leave it، حب الحاجه او سيبها. لو انت شايف المكان ده بتحبه وهتنجح فيه، قدم على الوظيفه وقدم ايه سبب عشقك لهذه الوظيفه، ايه سبب حبك، انت تقدر تفيد الشركه في ايه، حتى لو ما عندكش خبره، حتى لو انت لسه بادي، قول انا نفسي اكبر معاكم عشان انتوا كويسين جدا في مجال الكمبيوتر، انا نفسي ازيد معاكم عشان انتوا كويسين جدا في مجال التسويق، ده بيدي انطباع كويس جدا هيطلبوك للانترفيو.
اخر حاجه هعتبرها نمره 9 اتكلم فيها اللي هي اللغات. بتكتب اللغات اللي انت بتجيدها، يا ريت تكون امين ودقيق في هذا الموضوع وتكتب مثلا انجليش بيرفكت رايتنج سبيكينج اند تايبنج. ممكن مثلا تكتب ايطاليان فير، لو انت مش كويس قوي في الايطالي اكتب فير، لكن ما تكتبش باد وما تكتبش فيري جود وانت مش كويس في الايطالي. ليه بقى؟ لان انت رايح تقابل الراجل في الانترفيو بعد كده، لو كلمك ايطالي وانت كاتب انك كويس في الايطالي وطلعت مش كويس في الايطالي ضاعت الوظيفه. نفس الكلام برضو في الهوايات، واحد يكتب احب القراءه، جميل، طب اخر كتاب قريته ايه؟ لو ضربت خماس في سداس يبقى انت بتحبش القرايه. لذلك مهم جدا ودي احتمالها نمره 10 وهي اساس السي في، الامانه في السي في. يا ريت كمان السي في ما يزيدش ابدا عن صفحتين ويكون الفونت بتاعه كبير شويه عشان يبقى سهل لحد يبص عليه ويقراه. طبعا لازم يكون منسق ومرتب. اتمنى تكون الحلقه دي فدتكم، دي البدايه. طب بعتنا السي في واتصلوا بينا، ارد اقول ايه في التليفون؟ يمكن هيسالوني اسئله تانية مش موجوده في السي في، وبعد كده هيطلبوا مني اعمل انترفيو. الحلقه الجايه هنتكلم بالتفصيل على الانترفيو. اتمنى اكون فدتكم بالحلقه دي، وشفنا احنا دور الطب النفسي، ان انت لو كاتب السي في بقلب جامد ونفسيتك كويسة هتدعى للانترفيو وخليك متفائل، ما تحطش احتمال الخطأ، لان احتمال الخطأ او انك ما تتقبلش بيخليك تلخبط في السي في. اكتبه ببساطة باسلوب ظريف. لو عايز تسأل اكتر في الموضوع ده تحت امرك اكتب لنا اسئلة. انا حاولت كطبيب مهتم جدا بالصحة النفسية والتنمية البشرية ابسطها لكم من هذه الناحية. ياريت لو الفيديو عجبكم تنشروه وتشيروه لاصحابكم. مستني اسئلتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.